Hey, tourist. I want that. In return, you come to my palace. To my palace. وفكر في موهبة الناس يشوفوا فيها هنكلم هو هيبة قالت له غنوة يحكيها اتكلم عن حياتك عايز توصل فيها ليه ودور جوه ذاتك حلمك عايش انت ليه وفكر ماما فكر جوايا مش بلاقي وازعل واحاول اكتر كتبت كلامي من نهاية افتكرت ايام زمان يوم ما كنت حلم ريالة دلوقتي كان يوم عكست الشغالة ورحت انا حكيت في كلامي ممكن اكذب اوصل واقول يا ريت في نفسي ما كنتش العب دخل سجن الحياة القاضي قال لي مذنب زعلت وقلت ياه ماليش بعدك يا رب فكرت العب بكورة ويخش فيا جوان عشان اظهر في الصورة في الشهرة برضه وان وبعد ما بقيت شاطر راح حلوني على تايوان صنع يمكن هيبين من منشوش تاني لعبت لعبة تانية قلت بنفسي يا برياضي عايز اعيش الدنيا جوه الشهرة يا معادي ويجي كل ده يجري من قصادي برا 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 مش عايز حد هنا مش عايز حد هنا stop music الله الله بس يا ابني انت هو ايه ده الله ركبوني مرجحتي عايز اركبها لوحدي ريا صوت المذيعة تضرب كل السميعة قصي هو السفي من مملكة الأمير حلم الشاب المعجزة في السينما والتلفزة أستاذ علي الجابد راجل من الأكابد نجوى كرم زي الحار شفتها برات زي الصان أستاذ ناصر عظيم ما عملش الرجيم أستاذ ناصر عظيم ما عملش الرجيم وخلاص بقينا موهبة والدنيا حلوة مرتبة بطي عزم بطي عزم ارفع ايدك فوق